هو من المفروض ان الحليب ده صناعي على فكرة، مش طبيعي. ده لبن بودرة ومتدوب بمية، بس هم حبوه. بس على فكرة ده ممكن ينشف ريقهم، يعني حتى اللي بيتفرج يلاحظ ان هم قاعدين يطلعوا لسانهم كتير. بس يعني اي حاجة تبل بقى الريق، تسد الجوع، اي حاجة يعني، المهم ان هم حابينه ان شاء الله. والله متعة، والله متعة متعة ان الواحد يعني يأكل اي حيوان، حيوان اخرس مش عارف حاجة، سبحان الله. فهي متعة وصواب يعني. حتى لو ننتبه دلوقتي سبحان الله هتلاقي القطط بتطلع لسانها كتير بعد ما بتشرب، لان هو مش طبيعي سبحان الله. شوف بتعمل ازاي بلسانها. دي بقى عظمية.